تصميم الأزياء هي حاجة، هي موهبة، والموهبة دي لازم تكون عند الشخص اللي بيصمم أزياء علشان يقدر يطلع حاجة مختلفة. ده اللي كان موجود في ضيفتنا اللي منورانا دلوقتي، مصممة الأزياء كريستين هنري، واللي بدأت إنها تصمم أزياء من سن صغير قوي، ولكن أزياءها مش أي أزياء، هي أزياء مختلفة في الفكرة وفي التصميم. خلينا نرحب بيها الأول. أهلا بيك يا كريستين، منوراني. ميرسي. بدأتي إمتى وبدأتي إزاي؟ انا بدات من وانا صغيره قوي، من وانا في المدرسه قريت كتاب لابراهيم الفقي، وحسيت ان انا اللي هو انا عايزه اعمل حاجه مفيده تفيدني، وفي نفس الوقت انا كنت بحب ارسم وبحب الفاشن وبحب اطلع كده ماستر بيس. فبدات فعلا، سافرت ايطاليا خدت كورس، وفعلا بدات ان انا اصمم من وانا في ثانيه اعدادي. يعني ده سن صغير جدا جدا على تصميم. طب وبدأ بقى يبقى عندك ناس بتتعامل معاكي وبتثق فيكي وفي تصميماتك؟ طبعا طبعا. في الاول طبعا عديت على صعوبات كتير قوي، اني في الاول ما كانش فيه اي اقبال لمده سنه مثلا، وخسرت فلوس كتير جدا، وعدى سنه عشان انا اقدر ان انا ابدا اعمل اسم، وبالفعل فعلا عملت على اسم. بالظبط. وفتحت اكونت على الانستجرام، كنت من اول بيجز، وبدات فعلا عندي كلاينتس لحد النهارده معايا، يعني بقى لهم سنين، 12 سنه مثلا. جميل. احنا معانا موديلات من الموديلات اللي انت صممتيها. هنشوف معانا موديل لابسه موديل من الموديلات اللي انت عاملاها. هنشوف دلوقتي واشرحي لنا الموديل ده جات لك الفكره بتاعته منين، ينفع يتلبس امتى، وبرده الاعمار اللي المفروض انها تلبس دراس زي ده. انا مش عايزه احرقه لكم، اول ما يجي على الشاشه هتشوفوه. هنا ده اول موديل ساتان، وانا عاملاه من عمر ال 25 لحد يعني 50، لان هو فيري اليجنت. وعملت ان الكمام تبقى مش مقفوله، تبقى يعني واسعه ومرتاحه مديه. بالظبط، مديه. في نفس الوقت يليق على كذا جسم، يعني مش لازم بنت تكون رفيعه قوي، ممكن يليق على بنت كيرفي، يليق على بنت مليانه شويه، فاهمه؟ فلذيذ. وفي نفس الوقت الساتان طالع ترندي جدا، كيوت وحلو جدا جدا حقيقه، واللون حلو قوي. ممكن يكون منه الوان تانية؟ في منه الاخضر، عامله منه الاخضر نفس اللون اللي انا لابساه كده، وعامله منه اللون الروز. هيبقوا حلوين قوي الاثنين دول فعلا. ده مناسبته خطوبه بالليل، سهره لذيذه، يعني هو نايت اكتر. ايه الافكار المختلفه التانية اللي ممكن تكوني بتقدميها في الديزاينات بتاعتك، وبتستوحيها منين؟ انا دايما بحب اعمل عامه ديزاينز مختلفه، يعني ده اللي مخليني ان انا يعني ديزاينر مختلف. انا بحب اعمل ديزاينز مش موجوده قوي في مصر، بحب اعمل حاجات غريبه، حاجات دانم على دانم، وداخل بقماشه مختلفه خالص عن المعتاده. فدايما بحب اطلع بحاجات الوان مختلفه، قماشات مختلفه. في بعض القماشات بجيبها من بره. يعني دايما بتلاقي بقى استحسان ان الناس اللي بتتعاملي معاهم فكره الديزاينز تبقى مختلفه، القماش برده كمان يبقى مختلف. هل الناس بيبقى عندها جرأه؟ انت بتشوفي ده يعني بتلمسي الناس بيبقى عندها جرأه انها تلبس حاجه مختلفه خالص مش زي الناس وتمشي بيها؟ طبعا. انا اصلا بتارجت الناس اللي عايز تلبس يعني بيس يونيك، ومش كل الناس بتلبسها، يعني مش حاجه منتشره، حاجه فيري يونيك، ومش بعمل بيسز منها كتير. بحاول ان انا اعمل ستيتمنت يعني، عشان احاول ان انا ما اخليهاش منتشره يعني. انت كمان بتعملي جينز مش كده؟ بعمل دانم دلوقتي. احنا شايفين اهو على الهوا، علقلنا على الديزاينز الحلوه دي واللي بتنفع في كل وقت. اوكي. ده ستايل دانم اون دانم. التوب دي ممكن تتلبس على شميز، فممكن تتلبس مع واحده محجبه وواحده غير محجبه. وفي نفس الوقت فكره الدانم اون دانم مع كذا تون، يعني انا ممكن اعمل تو تونز للدانم. ده طالع ترندي جدا جدا. وانه بحب دايما اعمل لبس كمان ينفع لكل، يعني لو واحده مثلا محجبه أو واحده مش محجبه تقدر تلبسه. حلو قوي. ده ديزاينز، ده برده الجراي بتاعه تحفه. ده ده ست، وده برده انذر دانم، ده كارجو. بستوحى بقى الحاجه من حاجات بسيطه جدا، يعني ممكن ما تصدقيش، ممكن مثلا اللبس بتاع بتاع الدليفري او كده، او الكارجو بتوع الشركات الكبيره، ممكن تاخدي منهم فكره على فكره من بتاع مش عارفه لبس مثلا في حاجه معينه. بعد كده يونيفورمز مختلفه ومميزه، فبتاخدي منها افكار. بالظبط كده. باخد منها افكار واحطها بقى واطلع انا بقى لون جديد بحاجه جديده، فتطلع ديزاين مختلف. لا جميل جدا، وباين قوي اختلاف الديزاين، وده كمان لطيف قوي. ده في كاتس كده من الجنب برده لذيذ قوي. ده من الديزاينز الجديده اللي عندي، نيو كولكشن يعني.
جميلة قوي. في فيديو من فيديوهاتك قلتي ان مامتك كانت اكبر داعم ليكي يا كريستين. كلمينا عن دعم مامتك ليكي ودعم اللي حواليكي كمان. عموما مامتي طبعا انا حابه اشكرها يعني جدا، لان هي سبب اللي انا فيه ده كله. احنا كمان بنشكرها وبنبعت لها كل التحيه. مامتي بابايا في الاول كان معترض تماما ان انا ابدا من وانا صغيره بزنس، قعد يقول لي لا وانت لسه صغيره وركزي في دراستك وكده، عشان هو كان عايز اركز في دراستي. بعد كده مامتي قالت لي لا يلا نبداي وكده، بدات ب 3000 جنيه ومدتهم لي، قالت لي اشتغلي بيهم، ده من سنين قوي يعني كتير. حلو على فكره 3000 جنيه من سنين مش كتيره. ما تقوليش انها كتيره لو سمحتي. وقالت لي خديهم وانا معتبره ان انا يعني مش عايزه خلاص يعني، وانت هتنجحي، وكانت سبورت ليا بشكل كبير. ولما بخش في اي بزنس عامه وببقى مثلا بعمل لاين جديد مثلا وهيكلفني فلوس كتير وهيكلفني، فانا ببقى خايفه. مامتي تقولي لا يلا ابدأي يلا اعملي خشي يعني. فهي بصراحة يعني very supportive ليا يعني. جميل جدا. برضو معانا ستايل كمان مختلف من الستايلات اللي انت جايباها معانا نتفرج عليها على الموديل كاجوال. ده الدنم برضو نيو كولكشن. عملت تو تونز من الدنم كولر، مع ان هو يكون الدنم من هنا غامق فبيرفع جدا، بيخلي الجسم شكله مختلف. هم دلوقتي شايفين على الشاشة. حلو قوي، كأن لابسه بنطلونين. بالظبط. حلو جدا. الافكار دي بتعجب البنات قوي في الفتره دي. جداً. البنات لحد سن ال 45 وال 50 يعني. طبعا. يعني خلينا نقول ان برضو عادي بنات. مفيش مشكله يعني، مش نيفر تو ليت. حلو خالص. هو فكره التو تونز للدنم ده طالع ترندي جدا جدا جدا. ينفع يبقى كاتنج بقى ولا لا؟ ينفع يبقى فيه كاتس مع يبقى تو دنمز مختلفين او تو شيدز مختلفين؟ طبعا. مفيش اي مشكله. دلوقتي ما بقيناش زي زمان، احنا مش مستقر يعني، مش محدودين بكالر معين يعني. كل ما انت تبقي مبدعه ومختلفه وتلبسي كالرز على بعض، ده طول ما هي لايقه على بعضها طبعا ده مناسب، مفيش مشكله. بشكرك، ميرسي جدا. طيب كلميني على اللي بتحلمي بيه، ايه الديزاين اللي بتحلمي بيه ولسه ما نفذتيهوش؟ انا عايزه اعمل كيدز وير، انا عندي بنت نيلي، فعايزه اعمل لاين. ميرسي. عايزه اعمل لاين ويبقى تحت البراند بتاعتي اعمل لاين كيدز يعني. حاسه ان احنا الحته دي محتاجين نخش فيها اكتر في مصر. حته يعني لبس الاطفال بيبقى الموضوع فيه صعوبه قوي ان احنا نلاقيه. فعايزه ابدا اعمل لاين كيدز ان شاء الله. تعملي لاين كيدز مش بس يعني، ممكن يبقى معانا اولاد كمان. اولاد طبعا، لا كيدز عامه. طيب احنا برضو معانا صور لتشكيله مختلفه من البنطلونات اللي البنات بتستخدمها، ولنا مين يلبس ايه. اوكي. على حسب جسمه طبعا. اوكي. سريعا كده اتفضلي. ده مامز جينز. ده يناسب كل الاجسام لان هو نازل واسع. فاحلى حاجه فيه ان هو مش بيبان اي دفو في الجسم. فيناسب كل الاجسام يعني، لو رفيعه يتخنها شويه. لو ده سكيني. سكيني نازل موضه تاني على فكره. يعني هو كان موضه ادمت. دلوقتي في 2024 لا هو نازل موضه كويس. ان انا ما رميتش سكيني ستات. شفتي بقى. عندي واحد زي ده بالظبط. ده برضه وايد لاج، ده فيري ترندي برضه. واللو ويست فيري ترندي. بس اللو ويست مشكلته ان عايز جسم رفيع. ده انا شايفه الترند في اللوست. لو ويست لو 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 ويست اللي هو يعني لو اتهزيت شويه الموضوع مخيف. لو رحت كده ولا كده. طب كلميني عن ده. ده لذيذ جدا طبعا. ده بيخلي الجسم كيرفي ويناسب برضو كل الاجسام، بيخلي الجسم حلو قوي البنطلون ده. جميل خالص. هاي ويست كمان، وفي ناس كتير بتحبه وبتستسهله، بيلم البطن. بالظبط كده، عشان كده بقول لك هاي ويست فبيلم البطن، فلذيذ جدا. حلو خالص. ده بالنسبه للبنطلونات مين يلبسها ومين ما يلبسهاش. وانا بشوف ان برضو الجينز بيتلبس في اي وقت يعني. الصبح بالليل عندي ميتنج ما عنديش، ممكن اعمل عليه ستايلنج من فوق تبقى الدنيا حلوه جدا. هل اشتركتي في اي عروض في الفتره اللي فاتت؟ عروض زي ايه؟ عروض ازياء، اي حاجه من الحاجات اللي شفتها. لا ما اشتركتش ان شاء الله. انت بتحلمي بقى؟ بحلم طبعا اشترك يعني، في اروح مثلا كان او كده طبعا. بفكر في الموضوع، اتعرض عليا كذا حاجة بس. الفاشن ويك في باريس ان شاء الله السنة اللي جاية يكون فيك.